طبعا الحصه اللي فاتت في الدي جنريشن كنا بدانا الدي جنريشن واتكلمنا عن ايه هو الدي جنريشن، وقلنا يا جماعه كلمه دي جنريشن معناها سيل انجري، حصل اذى في الخليه، وقلنا الكوز بتاعته وقلنا التايبس بتاعته يا اما انترا سيلولر اكيميليشن يا اما اكسترا سيلولر ديبوزيشن. بدانا بالانترا سيلولر، خدنا الكلاود سولينج، وخدنا الهيدروبيك دي جنريشن، وخدنا الفاتي دي جنريشن، وخدنا ميوكويد وميكزيميتا سوهايلاين. ده كله كنا خلصناه. عدينا الاميلويد برضه، هنعدي حالا الاميلويد. خدنا الجاوت اتكلمنا عنه، اتكلمنا عن الباثولوجيكال كالسيفيكيشن، اتبقى لنا تعريفين اتنين في الباثولوجيكال كالسيفيكيشن، انا سايبهم برضه ان شاء الله ليوم الزيادات، انا مش ناسيهم يا جماعه، انا سايبهم ليوم الزيادات باذن الله، هقولهم معاهم اللي هيبدا بيه ان شاء الله النهارده. اول حاجه هي الديستربنس اوف بيجمنت ميتابوليزم، الامراض اللي بتكون نتيجه السبغات اللي موجوده في جسمنا. يبقى احنا العنوان اللي هنبدا بيه النهارده الديستربنس اوف بيجمنت ميتابوليزم، تراكم السبغات في جسمك بيعمل امراض، الامراض دي اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. بيبدا اول حاجه عاوزك تعرف اللي انا هتكلم عنه حالا ده، خليك معايا ثواني كده، اللي احنا هنعمله حالا ان احنا هنقسم السبغات دي جايه من جسمنا ولا جايه من بره جسمنا، يعني الصبغه دي مصدرها خارجي ولا مصدرها داخلي. مصدرها خارجي هنتكلم عنها بالتفصيل كل المصادر بتاعتها، مصدرها داخلي هنتكلم عن كل المصادر اللي لها بالتفصيل. يبقى احنا اللي هنعمله حالا هنشوف تراكم الصبغات في جسمنا، سيان زياده او نقصان بالمناسبه، يعني مش تراكم بس، سيان الصبغه زادت او الصبغه قلت من بره الجسم ومن جوه الجسم. هنتكلم عن الامراض اللي بتسببها تفصيليا ان شاء الله، حصه هتكون كويسه لان هيبقى فيها شويه حكاوي كتيره بالنسبه للامراض وحاجات تشخيصات برضه هتساعدكم في تشخيصات، فان شاء الله تكون حصه من ضمن الحصص اللي بتحبوها يعني اللي بيكون فيها امراض وتشخيصها وازاي عالج والكلام ده. ديستربنس اوف بيجمنت ميتابوليزم بقسمها حاجتين اتنين، يا اما اكسوجينوس بيجمنت، وكلمه اكسوجينوس بيجمنت معناها مصدرها خارجي من بره الجسم. والناحيه الثانيه قلنا انها اندوجينوس، احنا بنقسمه يا اما اكسوجينوس يا اما اندوجينوس، يا اما من جوه الجسم يا اما من بره الجسم. الاكسوجينوس بيجمنت ليه من بره الجسم؟ الاندوجينوس من جوه الجسم. هنبدا اول حاجه بالاكسوجينوس بيجمنت، ده اللي هيكون محور كلامنا في اول القصه ان شاء الله. الاكسوجينوس بيجمنت دي صبغه جايه من بره الجسم. صبغه جايه من بره الجسم، وخليك كده معايا ثواني، هنسيبنا من المكتوب ده حالا واقول لك التفاصيل بتاعه اي صبغه جايه من بره الجسم، يبقى الموضوع سهل عليك برضه. الصبغه اللي بتيجي من بره الجسم معناها انها بتدخل جسمك، واي حاجه بتخش جسمك بتخش عن طريق ثلاث مسارات اساسيه، يا تخش مع النفس، يا تخش مع الاكل، يعني تخش جهاز تنفسي مع النفس، تخش جهاز هضمي مع الاكل، يا تخش لك عن طريق الجلد. لان اي حاجه تخش جسمك كصبغات بتخش من ثلاث مصادر دول، يا اما هواء يا اما اكل يا اما عن طريق الجلد. فهو بيجي يقول لحضرتك اول حاجه احنا هنتكلم عن الاكسوجينوس بيجمنت، وكلمه اكسوجينوس بيجمنت معناها صبغه مصدرها من بره الجسم. بيبقى ليها ثلاث مصادر او ثلاث مداخل يخش بهم الجسم. يا عن طريق الجلد، وده بنسميه انوكليشن، وكلمه انوكليشن معناها الحقن، بنحقن عن طريق الجلد. يا اما انهاليشن، انهاليشن دي معناها عن طريق النفس. يا اما انجيشن، انجيشن دي عن طريق الاكل. يبقى احنا عندنا ثلاث مصادر اساسيه لاي حاجه بتبقى من بره جسمنا تخش جسمنا. اول حاجه مكتوبه عند حضراتكم انوكليشن، اعمل لي جنبها كده حقن في الجلد، بتحقن حاجه في الجلد. ثاني حاجه اسمها انسبيريشن او انهاليشن، الاثنين واحد. كلمه انسبيريشن معناها بالشهيق، وانهاليشن معناها بالنفس. كلمه انسبيريشن هي انهاليشن معناها حاجه بتخش عن طريق الهواء، وكلمه انجيشن، انجيشن معناها اكل، بتاكل حاجه. وسيب اللي معاك خالص بقى كده وركز معايا شويه. لو قلنا اول مصدر عن طريق ان حاجه تخش جسمها بيكون عن طريق انوكليشن، وكلمه انوكليشن معناها الحقن في الجلد، واشهر صبغه بتتحقن في الجلد هي بتاعه التاتو. اي حد بيجي يعمل تاتو يا جماعه، طبعا انا اقصد التاتو الدائم، مش اللازق اللي انتوا بتلزقوه وتشيلوه وتقول لي عملت تاتو، ده مش تاتو، ده ستيكر كده انت لازقه بس. التاتو اللي احنا بنتكلم عنه بيكون عن طريق ان احنا بنجيب صبغه، الصبغه دي هي انديان انك، اسم الصبغه كده انديان انك. الصبغه دي بتحطها في ابر، الجهاز اللي لو حد شاف اي افلام اجنبي، الجهاز اللي هو بيكون بيحقن ده عباره عن ابره، الابره دي بتكون جايه داخله حقنه، داخله حقن وهو بيرسم، فده بيكون عباره عن صبغه، الصبغه دي بتتحقن تحت الجلد. ايه فكره الصبغه دي؟ فكره الصبغه دي انها تكون ماده غير قابله للهضم، حاجه بتتحقن تحت الجلد غير قابله للهضم، بحيث انها تكون جايه محقونه في الطبقات بتاعه الجلد في الخلايا نفسها.
تيجي خلايا الماكروفاج، ما احنا قلنا اي حاجه غريبه في الجسم الماكروفاج تروح تاكلها. تيجي خلايا الماكروفاج تروح تاكل الصبغه دي، تلاقي الصبغه دي ما بتتهضمش، فتفضل جوه الماكروفاج، تقوم الماكروفاج واخده لون الصبغه، تفضل الصبغه دي دائمه وموجوده في الجلد. يبقى فكره التاتو انك بتجيب صبغه خارجيه تحقنها في الجلد، الماكروفاج تروح تاكلها، ولما الماكروفاج تاكلها تتلون بلونها ويفضل اللون موجود في الجلد دائم. زمان لما كان بيدلع على التاتو ميه نار ما كانش بيروح. يعني التاتو ده لو كانوا بيحاولوا يخرجوه بميه نار كان بيشيل الجلد ويفضل موجود. طبعا التاتو حالا بينزل عن طريق الليزر. اي حد عامل تاتو دائم وعاوز يزيله بيشيله عن طريق الليزر. ده الانوكليشن. الانوكليشن ده معناه حقن عن طريق الجلد. بص عندك مكتوبه ازاي؟ بيبدا اول حاجه ويقول الاكسوجينوس بيجمنت، دي الصبغه الخارجيه، دي بيجمنت انتروديوسد فروم اوتسايد ذا بودي. دي صبغه جايه لنا اوتسايد ذا بودي من بره الجسم. قلنا ان هما ثلاث حاجات، يا انوكليشن ثرو السكن، يا انسبيريشن، قلنا ايه الكلمه الثانيه بتاعتها؟ انهاليشن، يا اما انجيشن ثرو الالمنتري تراك. كلمه الالمنتري تراك معناها الجهاز الهضمي، بلع عن طريق الجهاز الهضمي، يا اما انهاليشن ثرو الريسبيراتوري سيستم عن طريق الجهاز التنفسي. بدأنا أول حاجة الانوكليشن. قلنا الانوكليشن ده المثال بتاعنا هو التاتوينج، لما حد بيجي يعمل تاتو ان ويتش اللي فيه بيجمنت از تيكن اب باي هيستوسايت. يعني الهيستوسايت ده اللي هو الاسم بتاع مين؟ بتاع الماكروفاج. الماكروفاج بيطلق عليها في النسيج هيستوسايت. أمال كان بيطلق عليها في الدم إيه؟ مونوسايت. في الدم مونوسايت، في النسيج اسمها الهيستوسايت. يبقى احنا عندنا الماكروفاج اللي موجوده في النسيج اللي اسمها الهيستوسايت تروح على الصبغه تاكل الصبغه تفضل جواها تديك اللون حسب لون الصبغه. احنا قلنا الصبغه دي كان اسمها ايه؟ انديان انك، الحبر الهندي. تعالى نخش على تاني واحده اسمها الانسبيريشن، برضه هشرحها لك قبل ما اقول لك اللي مكتوب فيها، خليك معايا كده. انسبيريشن دي او انهاليشن معناها عن طريق النفس. ذرات الكربون يا جماعه اللي موجوده في الهواء، استنشاقك لذرات الكربون اللي موجوده في الهواء بتخلي الكربون ده يخش الرئه، يخلي الرئه لونها اسود، لان الماكروفاج بتاعه الرئه غير قادره على التخلص منه. الماكروفاج لما بتيجي بتاعه الرئه تمشي تلاقي فيه كربون بارتكل، جزيئات كربون، تروح تاكله ما تعرفش تتخلص منه، فتخلي الرئه سودة. كلنا كمصريين رئتنا سودة. سيان عايش في قرية، سيان عايش في مدينة، سيان مدخن، سيان غير مدخن، كلنا كمصريين لون الرئة الطبيعي بتاعنا، أي شعب في العالم لون الرئة الطبيعي بتاعه بينك فاتح. لونه بيكون بينك فاتح قوي، احنا كمصريين بقى بينك غامق وفي نقط سودة، مسودة، بتكون الرئة مسودة، الرئة مسودة بسبب ذرات الكربون، بسبب عوادم السيارات، وبسبب السجاير، لأن الهواء أصلاً طبيعة الهواء بتاعنا في بيئتنا إن هو مليان جزيئات كربون. فاول ما الكربون ده يقوم جاي داخل على الرئه يخلي الرئه لونها اسود. الاسود ده بيكون ذرات كربون، واشهر حاجه ذرات الكربون بتعملها لونها اسود هي الفحم. كلمه فحم باللاتين اسمها انصرا. كلمه انصرا دي معناها فحم. فلما اقول لك انصرا كوزس، كلمه كوز في اخر اي حاجه معناها وجود. فانصرا كوز معناها وجود الفحم. عشان كده بيقول اللي بيستنشق ذرات كربون بنلاقي الرئه بتاعته لونها اسود. وده المرض بنسميه انصرا كوزس. تفحم الرئه، الرئه بيبقى لونها اسود زي لون الفحم. مكتوب عند حضراتكم بيقول الانسبيريشن او الانهاليشن كاربون بارتكل ثرو ريسبيراتوري باسج، جزيئات الكربون عن طريق الريسبيراتوري باسج بتخش الرئه بتعمل انثراكوز. بصوا معايا كده الصوره دي يا جماعه، شايفين الصوره دي؟ دي صوره رئه، مش ده مش اللون الطبيعي، ده رئه مسوده. الرئه المسوده دي فيها انثراكوزس، ده اسمه فحم في الرئه. ده مرض ضار ولا مرض عادي؟ الرئة السودة، الرئة السودة يبقى مرض عادي جدا، ما فيهوش أي مشكلة خالص، بقى كلنا أصلا عايشين بيه، كلنا عنا الموضوع ده. عشان كده كان علب السجاير، الناس المدخنة تعرف الموضوع ده، علب السجاير كان يبص عليها حط لون رئة السودة. لما درسوا باثولوجي وعرفوا إن الرئة السودة دي حاجة عادية ما تخوفش، يعني إيه المشكلة لما الرئة تسود؟ غيروها وبقوا يحطوا صورة لانج كانسر، سرطان في الرئه. لما لقوا الرئه المسوده مش جايبه مع الشعب، الشعب فاهم، دارس باثولوجي، عارف ان الانثراكوزس ده نورمال ديزيز، ده مرض عادي، فقال لك نحط لانج كانسر بقى. بقت الصوره اللي على علب السجاير حالا هي صوره اللانج كانسر. خش على بعدها عن طريق الانجيشن. الانجيشن ده اللي هو عن طريق البلع، حاجه بتاكلها. الحاجه اللي بتاكلها دي بيقول لي احنا عندنا في ادويه، خليك برضو معايا كده ثواني، احنا عندنا في ادويه، الادويه الطبيعيه التركيبه اللي داخل فيها الفضه. في ادويه طبيعي التركيبه داخل فيها الفضه،
اول ما شخص بياخد الادويه ديت لفترات طويله بنيجي نبص نلاقي ان الجلد بتاعه والميوكس ميمبرين بتاعه الاغشيه المخاطيه بتتصبغ باللون الفضي. حد عارف اشهر بلد في العالم فيها فضه ايه؟ طيب اشهر دوله في العالم فيها فضه الارجنتين، عشان كده اتسمت ارجنتين. كلمه ارجر معناها فضه وتين معناها ارض، فكلمه ارجنتين معناها ارض الفضه، عشان كده المرض اسمه ارجيريا. ارجيريا معناها مرض الفضه. اشهر دوله في العالم يا جماعه فيها فضه هي الارجنتين، عشان كده اتسمت كده ارض الفضه. عشان كده المرض اللي اسمه ارجيريا هو رمز الفضه في الكيمياء ايه؟ اي جي تقريبا على ما اتذكر، عشان ارجر دي معناها فضه، فلما اقول لك ارجيريا معناها فضه، فيجي يقول اي سيلفر دراج، اي ادويه طبيعي تركيبها اللي داخل فيها فضه بنلاقيها بتعمل بيجمنتيشن اوف سكين وميوكوس ممبرين، بتؤدي الى تلوين الجلد والاغشيه المخاطيه بلون فضي. المرض ده اسمه الارجيريا، اللي هي الصوره دي يا جماعه، الصوره دي كده الراجل ده عنده ارجيريا، لون جلده مسبوغ بلون فضي، ده عنده ارجيريا. بعد كده اللي عليها الدور برضو، خليك معايا كده شويه، خليك معايا شويه. هي سباك بالانجليزي يعني ايه؟ سباك بالانجليزي اسمه بلامر. بلامر ده اللي هي السباك، رمز الرصاص باللاتيني ايه؟ بي بي على ما اعتقد، لانه بلامب، كلمه بلامب معناها رصاص اللي هي ليد اللي هو بي بي. هو ليه السباك اتسمى سباك ما تسماش سلاك؟ تسمى سباك للسبب الاتي، ده مرض، ده مرض، ده انا بقول لك بشرح المرض، مش بقول حاجه ترول، ده انا بشرح المرض. السباك يا جماعه بنيجي نبص، زمان كانت المواسير بتاعت الميه كانت زهر، كان نوعها زهر. الزهر ده لما تيجي تركبه مع بعضه ما كانش بيلحم، فكان لازم السباك يجيب سبيكه رصاص، وسبيكه الرصاص دي يسيحها ويلزق بيها مواسير الزهر مع بعض. يعني زمان كانت الميه ماشيه في مواسير اسمها مواسير زهر. مواسير الزهر ده عشان تتلزق مع بعضها كان مفيش ماده بتلزقها غير الرصاص، فسموا السباك سباك لانه بيسبك الرصاص، بيجيب سبيكه الرصاص يسيحها ويقوم جاي لازق بقى المواسير مع بعض. مش دي المشكله، المشكله ان هو لما كان بيجي يسبك الرصاص كان في جزيئات رصاص بتيجي على ايده، بتتبقى على ايده، يجي ياكل الاكل اللي هو بياكله جزيئات الرصاص تتنقل عليه، يقوم جاي اكل اكل الاكل ده في رصاص. يجي يبص بعد كده يلاقي الطبيعي ان انت لما بتاكل اي اكل وما تغسلش بقك بيبقى ريحه البق وحشه بسبب تكون ماده اسمها السلفايد، هيدروجين سلفايد. الماده دي الطبيعي انها بتفضل في الماوس بعد الاكل لو ما اتغسلش، تخلي ريحه البق وحشه. في المريض اللي بيكون عنده انه بياكل الرصاص ده، طبعا هو مش عارف، الرصاص بيخش جسمه عن طريق جزيئات بسيطه مع الاكل، بنلاقي الرصاص بيمسك مع الهيدروجين سلفايد ده يقوم مكون ماده اسمها ليد سلفايد، تترصب على اللثه لون ازرق، خط لونه ازرق. المرض ده اسمه بلامبيزم، مرض السباكين. حد فيهم ليه سموه بلامبيزم مرض السباكين؟ ليه بقى؟ عشان هم اكتر ناس كانوا بيسبكوا الرصاص، فيعملوا سبيكه الرصاص يسيحوها ويلزقوا بيها المواسير، فكانت اكتر ناس بتصاب بيه هم السباكين. مكتوب كرونيك ليد بويزنج، كرونيك ليد بويزنج، ليد بويزنج معناها تسمم الرصاص، وكرونيك معناها على فترات طويله، يعني بسبب تناول الرصاص لفترات طويله سنين وشهور. ده اسمه كرونيك ليد بويزن، تسمم رصاص بيعمل بيجمنتيشن اند بلو لاين على الضم، بيعمل لون ازرق على اللثه. الرسمات يا جماعه، الصوره بتاعت واحد عنده بلومبيزما، اللون الازرق اللي على اللثه ده كده واحد عنده بلومبيزما. بتوع الاسنان بيعرفوها فريرة، علمتها لهم بقوا بيعرفوها زي الفل. لون ازرق على اللثه بعتوا لي يا حبيبي عشان خاطر ده يروح واحد يرسموه عندنا، ده عنده تسمم رصاص، ده مش بتاعك، ده تجيبه لي انا اللي اعرف اتعامل معاه. المرض ده اسمه بلومبيزما، بلومبيزما مرض السباكين، هو بيتسمى كده. حالا طبعا المواسير كلها بقت بلاستيك، فبقى اللحام كله بلاستيك، يبقى المرض ده اختفى ولا مازال موجود؟ المفروض ان هو يقول اختفى ولا مازال موجود؟ كومون جدا جدا جدا. ما انا بقول لك حاجه ما تمشيش معايا كده، اقعد حاجه عكسها على طول. المرض ده كومون جدا يا جماعه. واقول لك حاجه، هو كومون ليه؟ بس قبلها اعرفك ايه مشكله تسمم الرصاص ده؟ ان هو هيجيب لي خط على اللثه، خط ازرق على اللثه، كلام فاضي. ده المصريين بيكون عندهم الكبد وعندهم سرطان وماشيين عادي خالص ولا فارق معاهم، خط ازرق على اللثه هو اللي هيخوفهم. تسمم الرصاص بيأثر على البرين، أسوأ حاجة بيعملها إن هو بيأثر على البرين. والمرض ده يا جماعة كومون جدا 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 في الأطفال الصغيرين. إزاي بقى؟
عارفين حضراتكم الاكلات اللي بتتلف في ورق، الورق ده بيكون ورق طباعه، ورق مكتوب عليه الحبر بتاع الطباعه داخل في تركيبه رصاص، الحبر بتاع الطباعه بيدخل في تركيبه رصاص، فلما يجوا يلفوا لهم السندوتشات الام اللي مش دارسه طب تلاقيها بتلف السندوتش في ورق، العيل راح الحضانه ولا راح مدرسه عامله له السندوتشات ولفها له في ورق، تقوم جاي قاطعه ورق من غير كراسه ولفه فيه، الورق ده فيه رصاص. تيجي تبص تلاقي ان هو معظم الاكلات عليها جزيئات رصاص، الطفل ياكل ما هوش حاسس بحاجه خالص، ما عندوش مشكله، ده جزيئات صغيره. تيجي تبص الطفل عمال يكبر 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 والعيل ما فهمش حاجه خالص، مخه بايظ. حد يديني تفسير. تسمم رصاص لفترات طويله بدا ياثر على البرين بتاعه، ده اللي بيخلي معظم الاطفال طالعين اصلا اغبياء بسم الله ما شاء الله، اجيال طالعه كده. عشان كده يا جماعه الناس النصح قوي ساعه ما تروح تجيب اي اكله او اي حاجه قول له لفها لي في ورقه مش مكتوب عليها، ورق نظيف ورق ابيض عشان خاطر ما يكونش عليه رصاص. طبعا انت بتقول له كده ما انتش عارف ايه السبب، انا قلت لك السبب اهو، الورق اللي مكتوب عليه داخل فيه رصاص وبيأثر على البرين. يعني اللي كان بياكل يا جماعه سندوتشات زمان من فوق ورق مفهوم ولا مكتوب عليه يبدا يخاف على نفسه كده، انت غالبا البرين بتاعك ده مش بدونه الطبيعيه، البرين بتاعك متاثر شويه، انت اذكى من كده. اللي بعدها بيقول كان واحد عنده مزرعه جزر، فكان كل يوم عامل زي الارانب، كل يوم ينزل يوم جاي قاطع جزر واكل، قاطع جزر واكل. الجزر فيه صبغه اسمها الكاروتين، صبغه الكاروتين دي من كتر اكل الجزر قامت جايه بكثره تكتر، كترت في جسمه، ولما كترت في جسمه قامت جايه مترصبه على الجلد بتاعه وخلت لون جلده برتقاني زي لون الجزر. المرض اسمه كاروتينيميا، كاروتينيميا معناها مرض اللون البرتقاني، تلاقي لون جلده برتقاني. بقول اكسسيف انجيشن اوف كاروتين، اكل الكاروتين لفتره طويله، والكاروتين ده اللي هو الجزر، اكل الجزر يعني اللي بياكل الجزر يا جماعه كل يوم بكميات كبيره خف شويه عشان لونك ما يبقاش برتقاني. اكسسيف انشن اوف كاروتين بيعمل بيل يلو كلر، بيعمل لون اصفر شاحب، المرض اسمه كاروتينيميا. كلمه كاروتين معناها الصبغه، ايميا معناها الدم، كاروتينيميا معناها صبغه الكاروتين في الدم، اللي هي الصوره دي. الصوره دي كده الراجل ده لونه برتقاني، ده مش لون طبيعي. ده راجل لونه برتقاني، الراجل ده كان بياكل جزر كتير، كان عنده مزرعه جزر. شعرهم برضه بيبقى احمر. ما هو بقى بيخش الجسم ما بيبقاش نفس اللون بقى، اللون طبعا بيبقى درجات، يا بين يلو يا اما اورنج يا ممكن يقلب معاه البير ريد كمان، حسب بياكل قد ايه وحسب في جسمه متعبي جزر قد ايه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الجزء الاول معانا في الديستربنس اوف بيجمنت، الديستربنس اوف بيجمنت قسمناه ايه وفي حد يفكرني؟ يا اما اندوجينوس يا اما اكسوجينوس. هو يعني ايه اكسوجينوس؟ من بره الجسم، بره الجسم ثلاث مصادر ايه وايه وايه؟ انوكليشن او سكيلمر تاتو، انما لو قلت انهاليشن او سكلمه انثراكوزس، ولو قلت لك انجيشن او ثلاث كلمات سيلفر يبقى ارجيريا، ليد يبقى بلامبيزم، كاروتين يبقى كاروتينيميا. والامراض دي بتيجي كده في الكتاب عندي، الحاجات اللي انا عاملها بخط بولد اللي عاملها بخط عريض دي بتيجي في الامتحان، اللي هي اسماء الامراض، وقلت لك قصه كل مرض. وخد بالك من الورق اللي مكتوب عليه ما تلفش فيه سندوتشات لما تبقوا امهات ان شاء الله، يعني عشان ما تجيش تقول كده هو العيل طالع جاب المين، هو معروف هو طالع جاب المين بس انا ما بحبش نقول. اللي عليه الدور معانا دلوقتي احنا لسه بس خلينا ناخد التقسيمه الاول، التقسيمه كنا بنقول يا اما اكسوجينوس يا اما اندوجينوس. الاكسوجينوس خلاص قلناه، بالنسبة للاندوجينوس عندنا أربع حاجات. أول حاجة اسمها الميلانين، صبغة الميلانين، الصبغة بتاعة الجلد عندنا. ثم تاني حاجة اسمها لايبوكروم، اللي هي صبغة أنتوا خدتوها في الهيستولوجي باسم لايبوفاشن بيجمنت، اللي كان برايمري لايزوزوم ياكل حاجة ما بتتهضمش يبقى اسمه ريزيديوال بودي، يتراكم يعني اللايبوفاشن بيجمنت، نتكلم عنها حالا إن شاء الله. يا اما هيماتوجينوس صبغه مصدرها الدم، يا اما باراسيتيك صبغه مصدرها ديدان. يبقى احنا عندنا يا ميلانين يا لايبوكروم يا هيماتوجينوس يا باراسيتيك، هناخدهم واحده واحده بالتفصيل. هنبدا اول حاجه ان شاء الله بالميلانين بيجمنت. هو الميلانين ده يا جماعه عباره عن ايه؟ الصبغه اللي موجوده في جلدك، اللي موجوده في الشعر، واللي موجوده في الايرس. ايه الايرس ده؟ الايرس ده اللي هو اللون بتاع عينيك، اللون اللي هي الدايره السوداء، مش الدايره السوداء النين، لا اللي حواليها، اللي يبقى بني اخضر ازرق بالحاجات دي، ده بيكون مكان ترسب الميلانين، يا اما على الجلد يا اما في الشعر يا اما في الايرس.
في الايرس ده اللي هو اللون بتاع عينك. اجمل لون للعين ايه؟ انا قلت اجمل لون مش افضل لون. اجمل لون كناحيه جماليه الازرق والاخضر ده ما عندوش ميلانين. ده اصلا ده حاجه ابنورمال، حاجه مرضيه، مش حاجه طبيعيه. اللي لون عينه ازرق او لون عينه اخضر ده معناه كم الميلانين اللي في عينه قليل، ده حاجه مرضيه. المفروض الميلانين يا جماعه لو مش موجود او موجود بكم صغير يخلي لون العين ازرق، يبدا يكون موجود شويه يخلي لون العين اخضر، موجود نورمال يخليها بني او اسود، بس اسود مش اسود اسود، اسود لون فاتح شويه، عشان كده لون عينه بني او اسود ده الطبيعي. انما الازرق او الاخضر ده حاجه مرضيه. من علامات الجمال في الفيميل لون عينيها ان يبقى اخضر او ازرق وده حاجه مرضيه، رقبتها تكون طويله وده حاجه مرضيه في الفقرات، يكون عندها غمازه وده حاجه مرضيه في عضله اسمها البوكسينيتور. فسبحان من جعل عيوبهم هي مميزات جمالهم. علامات الجمال في الفيميل كلها حاجات امراض اصلا، كلها حاجات مرضيه مش حاجات نورمال. الرقبه الطويله دي الفقرات بتكون فيها حاجه، الغمازه دي العضله اللي بتاعت الخد بيكون فيها خلل تعمل الغمازه. اللون العين ده المفروض ده مش ميلانين، فتلاقي ساعه يا جماعه رجاله خدوا بالكم الحاجات دي دي مش حاجات حلوه. اول صبغه هنتكلم عنها هي الميلانين بيجمنت، صبغه الميلانين. الميلانين يا جماعه يا اما يزيد يا اما يقل. خدتوا بالكم في الاكسوجين اصلا كنا بنقول دايما في الاكسوجين دايما زياده لانه الطبيعي انه مش موجود، انما لو زاد يبقى مرض. الميلانين بقى هنتكلم لو زاد بيعمل ايه ولو قل بيعمل ايه. عاوزك تعرف لي ان الميلانين بيفرز من خلايا اسمها ميلانوسايت، والميلانوسايت دي بتقوم بتحويل امينو اسيد اسمه تايروسين الى الميلانين. عندنا يا جماعه امينو اسيد، وطبعا انتوا عارفين يعني كلمه امينو اسيد، حمض عمليه بتاع البروتين، كان اسمه تايروسين. التايروسين ده بيحول لصبغه اسمها الميلانين بداخل خلايا الميلانوسايت اللي هي خلايا الجلد اللي بتصنع ميلانين في وجود انزيم اسمه التايروسينيز. يبقى انت عندك التايروسين بالتايروسينيز يديك ميلانين وده بيتصنع في الميلانوسايت. اللي احنا هنتكلم عنه حالا بقى، هل الميلانوسايت دي بتصنع ميلانين بقدر نورمال ويبقى ده النورمال بتاعنا؟ او هل الميلانوسايت بتصنع ميلانين بقدر كبير وده يبقى مرض اوفر برودكشن اوف ميلانين؟ او الميلانوسايت بتصنع الميلانين بكم قليل وده يبقى مرض اللي هو ديكريز الليفل اوف ميلانين؟ يبقى احنا عندنا الميلانين يكون طبيعي فيديك لونك، لون البشره بتاعك يا جماعه المتحكم فيه هو الميلانين. وبرضه بالمناسبه عشان انا كملت بقى للاخر، لون الشعر البني او لون الشعر اللي هو الكستناء اللي هو الاصفر او المحمر ده كلها حاجات مرضيه برضه نقص ميلانين. عشان كده غالبا بتلاقي البنت اللي لون بشرتها فاتح قوي دي غالبا هتلاقي لون عينيها لون فاتح ولون شعرها بيكون لون فاتح. وبما ان اذا بما ان البشره الميلانين بتاعتها قليل يبقى اكيد الميلانين في الشعر قليل واكيد الميلانين في لون العين بيكون قليل، لانه بيبقى حاجه سيستماتيك، حاجه جنرالايزد، حاجه في الجسم كله. عشان كده بيقول يا اما الميلانين مستواه يكون طبيعي فيديك لون الطبيعي بتاعك، يا اما الميلانين يزيد فيبقى امراض، يا اما يقل فيبقى امراض. تعالوا نتكلم الاول عن امراض زياده الميلانين. امراض زياده الميلانين اللي اسمها الاوفر برودكشن اوف ميلانين، لو الميلانين انتاجه زاد. وكلمه اوفر برودكشن تديك مدلول على ايه؟ ما انا عارف ان هو انكريز، لا بالمعادله دي يديك مدلول على ايه؟ ان ممكن التايروسين مستواه زايد، يا اما التايروسينيز الاكتيفيتي بتاعته عاليه، يا اما الميلانوسايت الاكتيفيتي بتاعتها عاليه، عشان في الاخر يخلي كم الميلانين يزيد. عشان كده بيقول احنا عندنا اول حاجه تيومرز. تيومرز ديت عباره عن اورام. الاورام دي مكتوب عند حضراتكم ميلانوما. كلمه ميلانوما ده سرطان الجلد. ميلانوما اللي هو سرطان الجلد، وعاوزك تكتب لي جنبها اند نيفس. اند نيفس الحسنه. ايوه وارفع الفنجان لعينك كده، تيومر والحسنه اكتبه وافهمك. النيفس ديت عباره عن الحسنه اللي في بعض المحافظات بيقول لك عليها الشامه، ده عنده شامه في جلده.
الحسنه دي يا جماعه او الميلانوما، احنا عندنا النيفاس ده مرض، الميلانوما ده مرض. وبص معايا بقى اللي انا بقوله ده، نانوسايت دي خلايا لو جه فيها ورم حميد بيعمل النيفاس، لو جه فيها ورم خبيث بيعمل الميلانوما. يعني اي واحد عنده حسنه في جلده ده اصلا ورم حميد، بس ده موجوده عندنا كلنا، ده ما فيهوش اي حاجه خالص. اللي احنا بنخاف منه هي دي الميلانوما. الحسنه بيكون لونها ايه؟ يا اما اسمر يا اما بني. الميلانوما نفس الشيء، بتلاقي الجلد طبيعي خالص وحته كده مسوده او لونها بني، ده يديك مؤشر ان كم الميلانين اللي فيها زايد. عشان كده بيقول في النيفوس او الميلانوما عندنا اوفر برودكشن اوف ميلانين، سيان بقى بيناين تيومر او مالجنت تيومر. الوحمه، الوحمه دي بتبقى ممكن حاجه وممكن حاجه، مش ميلانين بس، ممكن تبقى حاجه ثانيه حسب حاجات كتيره فيها. فهي ديفرنشال دايجنوز، ممكن تبقى كده او كده، بس اللون بتاعها طبعا بيكون احيانا ميلانين. وسيبكم من الكلام الفاضي، امه كانت بتوحر على 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 بود عنب، فضلها الوحم بتاع البود عنب. سيبك من الكلام الفاضي ده، الكلام ده ما بياكلش عيش يا جماعه. خش بعدها على حاجه اسمها ميلانوزيس كولاي، ميلانوزيس كولاي. وبصوا عشان تعرف اي مرض ترجم الاسم بتاعه، انا عايزك تكون عارف ترمينولوجي، عارف اسماء. هي كولاي يعني ايه؟ كولو يعني لارج انتستن، ميلان يعني اسود، لون اسود. كلمه ميلان اصلا ميلانو ده ترجمه حافظه، ده بلاك، يعني كلمه ميلانو اصلا ده كلمه لاتينيه معناها بلاك. فلما اقول لك ميلانوزس، اوزس معناها بريزنس. ابص بقى ميلانوزس كولاي معناه ايه المرض ده؟ وجود لون اسود في القولون، بطش لونها اسود في القولون. بنلاقي القولون مبقع اسود، في بقع لونها اسود، ده اسمه الميلانوزس كولاي. بيقول ان هو باتشي، باتشي معناها على هيئه نقط، على هيئه بطش. باتشي بلاكش كالرد، منطقه لونها اسود مبقعه، اوف ميوكس اوف ميوكوزا اللي هي في بطانه اللارج انتستن. لما بنيجي يا جماعه بنخش بمنظار، منظار بقى من اللي هو لور اندوسكوبي، يعني منظار بندخله من الريكتوم كده، بنيجي نبص على اللارج انتستن، بنلاقي اللارج انتستن جدارها عباره عن بقع لونها اسود، بنلاقي الشكل ده قدامنا بالمنظار. الشكل ده كده ده شكل الميلانوزس كولاي، الامعاء لونها اسود او مبقعه اسود، ده اسمه ميلانوزس كولاي. انا عايزك تعدي لي الاديسون وانزل على الكلوازما، عشان البنات بيحبوا الكلوازما ده قوي. الكلوازما ده كان في الحمل، اسمعوا حاجه اسمها كده، كان في الحمل. كان في الحمل ده يا جماعه واحده لون بشرتها فاتح اثناء الحمل وبعد الحمل، لقينا منطقه سوداء بدات تظهر في وشها وفي رقبتها وفي الثدي بتاعها، ده اسمه الكلوازما. الكلوازما ده بيحصل في الفيميلز او في بعض الفيميلز اثناء البريجنانسي، اثناء الحمل، اسمه كنف الحمل، بيكون علاجه رخم جدا. وده كان سبب لان كتير من السيدات بعد الحمل يلبسوا نقاب بسبب عدم قدرتهم ان هم يعالجوا الكلوازما. الكلوازما بتظهر في المناطق دي كده بتاعت الوش هنا، فعشان كده الكلوازما ليه اسمه كنف الحمل، بيجي بعد الحمل واثناء الحمل. جلديه، ده مرض جلدي، حاجه جلديه مش معديه ولا حاجه، بس اثناء الحمل طبعا مستوى الايستروجين والبروجستيرون بيعلم، فلما يعلم يقوم جايين محفزين الخلايا اللي بتحفز الميلانوسايت، فتقوم جايه مطلعه ميلانين كتير يخلي اللون غامق عن باقي الاماكن. وده من ضمن العلامات اللي بيعرفوا بقى علامات الحمل بره في دول اوروبا، لان في دول اوروبا بنات بتكون شقر، شقر مش اقصد شعرها اصفر، شقر معناها لون لون بشرتها فاتح، فيبان فيها الكلوازما دي ظاهره قوي. احنا كمصريين لوننا مش فاتح، احنا لوننا مازال غامق، عشان كده الكلوازما مش كومن عندنا، مش كومن في مصر، الا في الستات اللي بشرتها فاتحه قوي، اللي يكون بشرتها فاتحه قوي ده ممكن يجي لك كلوازما، انما البشره الغامقه غالبا ما بتجيش فيه. عشان كده بيقول الكلوازما، الكلوازما ده اللي هو قلنا ان هو كنف الحمل، اسمه كده كنف الحمل. بيقول لي ده براون باتشد اوف سكين، ده كلمة باتش دي معناها رقعة، بقعة، بطشة. بيقول لي ده براون باتشر اوف سكين، منطقة لونها بني في الجلد during البريجنانسي، ده بتحصل أثناء الحمل or due to ovarian disturbance أو نتيجة خلل في المبيض. من الآخر يا جماعة الكلوازما دي نتيجة زيادة ايستروجين وبروجستيرون في الحمل، الايستروجين والبروجستيرون بيزيد
الاوفاريان ديستربنس الخلل بتاع المبيض بيزود مستوى الاي استروجين والبروجستيرون. احيانا احيانا تكون ست داخله كده في عياده النساء وبتقول انا ما بحملش يا دكتور، متجوزه بقالي قد ايه؟ متجوزه بقالي سنتين وما حملتش، واول ما ابص على وشها اعرف انها بتشتغلني وبتشتغل جوزها. ابص على وشها الاقي في كنف حمل، كنف حمل الاقي بقعه لونها بني، فاسالها اقول لها هي البقعه لونها بني ظاهره من امتى؟ تقول لي ظاهره بقالها سنه تقريبا او ظاهره بقالها اكتر من سنه. ساعتها على طول بعرف انها واخده حبوب منع حمل ومخبيه على جوزها عشان ما تحملش، لان حبوب منع الحمل بتعمل البطش اللي لونها بني دي برضه، دي اسمها الكلوازما. كان في الحمل ده برضه حبوب منع الحمل بتعملها، لان حبوب منع الحمل تركيبها ايستروجين وبروجستيرون، فتعمل برضه الكلوازما دي. يبقى انت عندك الكلوازما يا اما بريجنسي يا اما اوفاريان ديستربنس يا اما حاجه اسمها الاورال كونتراسبتيف. اورال كونتراسبتيف اللي هي حبوب منع الحمل، اورال كونتراسبتيف حبوب منع الحمل دي بتؤدي الى حدوث الكلوازما دي. المرض اللي احنا سبناه اسمه الاديسون ديزيز. السنه اللي فاتت يا جماعه انتوا خدتوا التنسيق الهرموني صح؟ كان في غده اسمها الغده الكظريه، كان لها قشره وكان لها نخاع. القشره كانت بتطلع الدوستيرون وكورتيزون. قالوا لكم ساعتها لما مستوى الالدوستيرون والكورتيزون بيقل مين اللي بيحفزه؟ سمعت حاجه اسمها الاي سي تي اتش. الاي سي تي اتش ده هو اللي كان بيحفز خروج الالدوستيرون والكورتيزون. اسمع بقى الكلمه دي، ولو مستوى الالدوستيرون والكورتيزون زاد ايه اللي يحصل في الاي سي تي اتش؟ يقل. ليه؟ عشان يرجعهم طبيعي. امال لو مستوى الالدوستيرون والكورتيزون قل ايه اللي يحصل للاي سي تي اتش؟ يزيد. اديسون ديزيز ده مرض نقص الكورتيزون والالدوستيرون. اديسون ديزيز ده مرض نقص الدوستيرون وكورتيزون. حد يقول لي ايه اللي يحصل؟ هيزيد مستوى الاي سي تي اتش. برضه فين المشكله يعني؟ الاي سي تي اتش لما بيزيد يا جماعه بيحفز الميلانوسايت انها تطلع ميلانين، بنسميه ام اس اتش. ام اس اتش ده معناها ميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون، هرمون بيحفز الميلانوسايت انها تطلع ميلانين. يبقى اديسون ديزيز ده عباره عن ايه؟ نقص الدوستيرون وكورتيزون مما يؤدي الى زياده اي سي تي اتش اللي ليه ام اس اتش افكت، فيزود الميلانوسايت يخليها تصنع ميلانين. مكتوب عند حضراتكم بيقول اوفر بيجمنتيشن اوف اكسبوزد اريا اوف سكين، ده صبغه زياده في المناطق المكشوفه. ده بيجي يا جماعه في الوش ليه؟ لان الالدوستيرون والكورتيزون لما بيقلوا والاي سي تي اتش يزيد، عشان الاي سي تي اتش يعمل التاثير ده لازم بيحتاج اشعه فوق بنفسجيه، ومن اشهر مصدر للاشعه الفوق بنفسجيه الشمس. فالاماكن المعرضه للشمس تلاقيها عماله تغمق. عماله تغمق ليه بقى؟ عشان مستوى الاي سي تي اتش عالي، فمستوى الام اس اتش هو كمان عالي او شغال ام اس اتش باشعه الشمس، يقوم جاي عامل لون اسود. عشان كده بيقول ده بيكون صبغه بتيجي في الاكسبوزد اريا. اكسبوزد معناها المكشوفه المعرضه لاشعه الشمس، زي الفيس اند الهاند. تيجي تبص تلاقي المريض ده ايديه مغمقه ووشه مغمق، وتبص على باقي جسمه تلاقي باقي جسمه لون طبيعي خالص ما عندوش اي حاجه. ساعتها اعرف على طول انك بتشخص غالبا هيكون اديسون. تطلب منه ايه ساعتها؟ التحاليل اللي مطلوبه منه هو انت شارك في مستويات ايه وايه وايه؟ الدوستيرون وكورتيزون والاي سي تي اتش. بص على مستوياتهم كده، لو اديسون هتلاقي ايه اللي حاصل؟ كورتيزون والدوستيرون قليلين واي سي تي اتش عالي، فهتلاقي هو اللي بيعمل اللون الغامق ده. وبيقول لي كمان بيكون في الميوكس ميمبرين بتاع الماوس والجم، باللي ايه؟ في الاغشيه المخاطيه بتاعه الماوس اللي هي بطانه الماوس والجم. كلمه جم دي معناها اللثه، دي بتكون اللثه. وخد بالك هنا السؤال بيجي ازاي بقى؟ السؤال هنا بيجي يقول لك all of the following is characterized by over production of melanin except. كل مما يلي عباره عن over production except، ويجيب لك ميلانوما ويجيب لك ميلانوزيس كولاي
ويجيب لك كل وصمه ويجيب لك مثلا يقول لك ليوكوديرما، فانت لازم تكون عارف مين اسم المرض اصلا اللي فيه زياده ومين اسم المرض اللي فيه نقص، لان السؤال الرئيسي على المرض ان هو ممكن بقى يجي يسالك كتفاصيل داخليه ويقول لك اوفر بيجمنتيشن ديورنج البريجنسي اور ديو تو اوفيريان ديستربنس. مين بتاع البريجنسي؟ كل وزمه. امال لو قلت لك بتاع الاكسبوزد ارياز ده اللي هو بنتكلم عن الاديسون. امال لو قلت لك ان هو باتش بلاكش كلر في الكولون ده ميلانوز سكولار. يعني هو السؤال يا اما يسالك عن اسم المرض نفسه مين زياده ومين نقصان، او يسالك عن تفاصيل بداخل المرض. سؤال بره ده هو اللي بيروح مصر بيغمق ليه؟ اللي بيروح مصيف في دماغ عشان الشمس. سيبك من الكلام الفارغ بتاعنا بقى، انت ايه شمس وميه؟ ده الكلام بتاع عامه الشعب، احنا عاوزين كلام ساينتفك. تعرض للشمس، الشمس فيها اشعه ايه؟ فوق بنفسجيه تحفز الميلانوسايت تفرز ميلانين لونك اغمق. بتعالجها بايه؟ انا بقول بتعالجها مش بتقيها، انا بقول بتعالجها يعني الحاجه حصلت بأي حاجة بتفتح البشرة عشان ترجعها تاني زي ما كان. إنما البنت اللي فاهمة قوي، وأنا بقول بنت لأن ما يفرقش معاهم مش هو يعني الفكر يعني لما اغمق شوية، إنما البنت هو اللي يفرق معاها قوي. تلاقي جايبة صن بلوك ورايحة لمصر. حد فاهم إيه فكرة إيه فكرة الصن بلوك بقى؟ بيمنع الأشعة البوبة فوق بنفسجية إنها تيجي على الجلد ما تغمقش. أنتوا بتعملوا مش عارفين إيه الميكانيزم. أنا عاوز بقى أقول لك الميكانيزمات بتاع كل حاجة وأنا ماشي كده عشان تبقى أنت فاهم أنت بتعمل إيه. كمان حاجة، ليه ربنا خلق الميلانين؟ ليه ربنا خلق الميلانين اصلا في جسمنا؟ ربنا لما خلق الشمس عارف ان بيطلع منها اشعه فوق بنفسجيه. الاشعه فوق بنفسجيه تاثيرها على الجلد تاثير كانسرس، تؤدي الى حدوث سرطانات في الجلد. عشان كده ربنا خلقنا سبله الميلانين، لان سبله الميلانين هي صبغه تقي من الاشعه فوق بنفسجيه. عشان كده كل ما كان لون البشره غامق كل ما كل ما تكون عرضه لسرطان الجلد اقل، بل تكاد تكون مستحيله. ليه؟ كل ما الميلانين زاد كل ما بيحمي الجلد من حدوث اي حاجه في الجلد. ده يديك مؤشر، معظم سرطانات الجلد بتيجي في الناس اللي لون بشرتهم فاتح قوي، مش فاتح، فاتح قوي. عشان كده مين اقل ناس جلدهم سرطانات جلد؟ النيجرز السود، مش احنا، احنا تاني ناس. انما الاساسيين هم النيجرز السود بتوع افريقيا، دول صعب ان هو يجي لهم سرطان جلد. حد يديني سبب. الميلانين عالي. طب ايه اللي خلى لون، ايه اللي خلى اصلا هم يسود؟ ان هم عايشين في بيئه طبيعتها انها حر وشمس على طول، فتعرضهم للشمس لفترات طويله يخلوهم يسودوا. طبعا غير انها حاجات جيناتك من الاب للام، من الاب والام وهكذا. فده طبعا بيكون سبحان الله ان ربنا خلق الناس اللي عايشين قريب من خط الاستواء وقريب من اشعه الشمس مباشره لونهم اسود دايما. ده مش حاجه هباء منصوره، ربنا خلقها لغرض. ايه الغرض؟ ان نحميهم من الالترا فايولت ريز بتاع الشمس عشان ما يجيلهمش سرطانات جلد. لله في خلقه شؤون. هو ربنا عارف خلق كل حاجه ليه وفين وازاي. مفيش حاجه هباء منصوره كده. احنا اتكلمنا على الاوفر برودكشن، تعالوا نتكلم بقى على الديمينيويشن اور ابسنس اوف ميلانين. كلمه ديمينش معناها قليل، ابسنس معناها مش موجود اصلا. فيا اما كم الميلانين قليل يا اما كم الميلانين معدوم. وتعالوا نتكلم على اول مرض اللي اسمه الالبينيزم. والالبينيزم ده مش البرص. البينيزم ده معناه مفيش ميلانين، مش البرص. ده مش البرص. الالبينيزم يا جماعه اللي هو ده بالمناسبه، بس انا بوريك كل حاجه. الدوله دي مين؟ دي الميلانوز سكولاي. شايفين الصوره اللي جنبها دي؟ دي صوره الكلوزمه. اللون البني اللي بيكون موجود على المناطق دي الكلوزمه. وعشان كده قلت لك كتير جدا من الفيميلز بعد الولاده تلاقيهم لبسوا نقاب عشان يداروا ده، لان علاجه صعب وبياخد شهور، وتلاقي بعد فتره قلعته. فانت تستغرب ايه اللي لبسته ليه قلعته؟ مش حاجه دينيه خالص، ده بس بتداري البوتشه اللي لونها بني اللي موجوده في الوش دي. ده يا جماعه الالبينيزم بقى. الالبينيزم ده هي الناس اللي بيكون لون جلدهم كله ابيض ولون شعرهم ابيض ولون حواجبهم بيضه. ده اسمه الالبينيزم، والبينيزم معناه مفيش ميلانين. مفيش اصلا.
وفي قطط بيكون عندها الالبينيزم ده، وفي ارانب بيكون عندها الالبينيزم ده. الفكره كلها ان اي حاجه ما فيهاش لون سبغه طبيعي بيبقى بنسميها البينيزم. يبقى البينيزم ديكريز ولا ابسنس؟ ابسنس. كل ده عباره عن كونجينيتال ابسنس اوف ميلانين. كونجينيتال دي معناها ايه؟ حاجه وراثيه، يعني ده مرض اصلا جيناتيك، مرض جيني. كل كونجينيتال ابسنس اوف ميلانين فروم ذا سكين، مفيش ميلانين في الجلد. الراجل ده هيموت يا جماعه. حد يقول لي ايه اللي هيموته؟ بيجي له سرطان جلد ويموت بعد 3 شهور لما يجي له سرطان جلد. ايه اللي بيجيب له سرطان جلد؟ ان هو مفيش، ما اسمهاش شمس بقى، اسمها مفيش ميلانين يحميه من اشعه الشمس. مرض الالبينيزم ده بعد فتره معينه او عند سن معين، طبعا الحاجات دي كلها بيد ربنا اكيد، بس انا بقول لك اللي احنا بنشوفه المور كومن، ان مريض الالبينيزم عند وقت معين بيجي له سرطان جلد، وسرطان الجلد بيكون بعد من 3 شهور لخمس شهور. وانا الاعمار بيد الله برضه عشان ما حدش ياخد كلامي بمعنى تاني، ان هو بيكون بعد فتره معينه، بتكون بعد 3 شهور بنلاقي ان سرطان الجلد ده ادى الى الوفاه، لان سرطان الجلد من اصعب انواع السرطانات اللي بتعالج. سرطان عنيف جدا وشرس جدا بيؤدي الى الوفاه في غضون شهور. مرض الالبينيزم يجي له سرطان جلد، اشهر ناس يجي له سرطان جلد، ليه؟ انا فاهمك خلاص بقى ان هو ما عندوش ميلانين، والميلانين ده معناها ان ما فيش وقايه من الالترا فايولت ريز، والالترا فايولت ريز بتبقى بري كانسرس، بتعرض لحدوث سرطان الجلد. تعالوا نخش على المرض الثاني اللي اسمه ليوكوديرما. كلمه ليوكو معناها ابيض، وديرما معناها جلد. ليوكو معناها ابيض، وديرما ده جلد. ده مرض الجلد الابيض، وده برضه مش البرص. ايه البرص ده؟ اللي هو الناس اللي بيكون فيه بطش بيضة في وشهم، اللي تيجي تبص تلاقي في حتت بدات تبيض كده في وشهم، يكون لونه داكن، لونه غامق، وتلاقيه بدا يظهر مناطق بيضة. ده اللي اسمه البرص. البهاء. البهاء اللي هو البهاء. بصوا يا جماعه، ليوكوديرما دي ده مرض الجلد الابيض، منها نوعين، يا اما حاجه اسمها ايديوباسيك. ايديوباسيك سيبك من اللي عندك بقى، خليك معايا ثواني. ليوكوديرما ده اللي هو المرض الجلد الابيض، قد يكون ايديوباسيك. كلمه ايديوباسيك معناها ملوش سبب، ما احناش عارفين له سبب، ده البهاء. يا اما حاجه سكندري. سكندري ده معناه احنا عارفين سبب، وبالتالي لما تعالج السبب الراجل يخف. انما معظم الناس اللي بيكون عندها بهاء بيكون برايمري. برايمري ده معناه احنا ما احناش عارفين السبب، وعدم معرفتنا للسبب تخلي علاجه صعب. عشان كده الناس اللي عندهم بهاء غالبا ما بتعالجوش، ودي كانت معجزه سيدنا المسيح. ويبرئ الاكمه والابرص. كان سيدنا المسيح يحط ايده على المنطقه اللي فيها بهاء تعالج، ترجع طبيعي تاني. ولغايه حالا، شوف احنا في سنه كام ومن كام سنه ولغايه حالا مفيش علاج للبهاء. ما بيتعالجش. حتى جلسات الليزر ما بترجعوش تاني زي ما كان، حتى حقن الميلانين ما بيرجعوش زي ما كان. بيعملوا ايه بقى؟ لو جت في فيميل بتستعمل كوزموتكس، مستحضرات تجميل، مش عارف بقى الحاجات اللي هي الاساس وبتاع بتقولوا عليه ما اعرفوش، بس الفكره ان هو بتجيب حاجه لونها غامق بتحطها على المنطقه اللي بتختفي. اشهر واحد اصيب بده كان مايكل جاكسون. مايكل جاكسون يا جماعه كان لونه اصلا غامق، لونه كان داكن، بدا يجي اصلا نجره اسود، بدا البهاء يجي في جلده، فلما جه في جلده جاب اماكن كتيره، فكان الاسهل انه يرجعوه للونه الطبيعي ولا يخلوه كله ابيض؟ يخلوه كله ابيض، هم جايين مدمرين له المناطق اللي باقيه بتاعت اللون الغامق، فلونه بقى فاتح كله، لانه هو كان اصلا لونه داكن وجاله بهاء، بس البهاء كان منتشر في جسمه كله، فبدل ما يعالجوا البهاء قاموا جايين مخليين لون جسمه كله واحد. يعني مدمرين المناطق الغامقه مخلينه لونها فاتح. ده اللي اسمه ليوكوديرما بقى، بطش بيضة في الجلد. سؤالي هنا، ايه الفرق بين الالبينيزم والليوكوديرما؟ واحد لوكالايزد وواحد جنرالايزد. مين اللوكالايزد؟ ليوكوديرما. ويعني ايه لوكالايزد؟ في مكان واحد. امال مين الجنرالايزد؟ الالبينيزم. ليه جنرالايزد؟ عشان اصلا ابسنس مش نقص، ده ابسنس. انما الليوكوديرما نقص في منطقه معينه فيبقى اسمه ليوكوديرما. فالليوكوديرما مكتوب لوكالايزد وايت باتشز، بطش لونها ابيض اوف ذا سكين في الجلد. از فيتيليجو، فيتيليجو ده اللي هو البهاء بقى. ليوكوديرما ده اسم العيله.
مرض الجلد الابيض، وقد يكون له اسباب كتيره من ضمن الاسباب اللي هو البهاق اللي هو الفيتيليجو. سرطان الجلد قد يكون زياده وقد يكون نقصان، لكن الاشهر ان هو بيكون زياده. الصوره دي يا جماعه ده مريض البهاق اهو، الصوره اللي حوالينا يعني ده لونها ابيض، ده مريض البهاق. النهارده في الصور كلها هنا صور حقيقيه، يعني صور ناس مرضى فعلا. اللي عليه الدور معانا هي احنا كده خلصنا، لو خدتوا بالكم خلصنا الميلانين. اللي عليه الدور حاله صبغه اسمها اللايبو كروم، وبعد اذن حضرتك خليك معايا كده ثواني بقى عشان افهمك ايه هي صبغه اللايبو كروم دي اصلا. اللايبو كروم دي يا جماعه اسمها دي اسم صبغه، الاسم الثاني بتاعها لايبو فاشر، الاسم الثالث بتاعها ويرانتير بيجمنت. ويرانتير معناها بتاع الاحتكاك، اي حد سنه لما يكبر جسمك كله دايناميك، ومعنى كلمه دايناميك ان جسمك في حاله تجدد مستمر، خلايا جسمك كلها بتتجدد، جسمك اللي انت بتتولد بيه مش هو اللي انت بتموت بيه، جسمك اللي انت عايش بيه حالا كمان سنه اتنين تلاته بتغير فيه حاجات كتيره، جسمك دايناميك مش ستاتيك، بمعنى ان هو بيتغير خلاياه، خلايا بتموت ويجي غيرها، خلايا بتموت ويجي غيرها. من ضمن الخلايا اللي بتفضل ثابته طول العمر مكانين، سنترال نيرفس سيستم وهارت، المخ والحبل الشوكي وقلبك، ده خلايا ما بتتجددش، اللي بيموت فيها خلاص بيفقد تماما ملوش تجديد. بنيجي نبص نلاقي ان الاثنين دول تحديدا النيرفس سيستم والكاردياك مصل مع السن الكبير بتبدا الالياف بتاعتهم يعني بفعل العمر تبدا يحصل فيها خلل. فيجي اللايزوزوم البرايمري لايزوزوم يروح للمكان يلاقي فيه حاجه حصلت، يقوم واكلها. يبص على الحاجه دي بعد كده يلاقي ان لونها او يلاقي انها ما بتتضمش. فلما تخش جوه البرايمري لايزوزوم، هي اي حاجه تخش جوه البرايمري لايزوزوم تبقى سكندري لايزوزوم، اللايزوزوم وظيفته ان هو دايجستف يهضم، لقى الحاجه دي ما اتهضمتش، يقوم مكون جسم اسمه ريزيديوال بودي، الجسم المتبقي. لما لايزوزوم ياكل حاجه ما تتهضمش بيعمل حاجه اسمها ريزيديوال بودي. الريزيديوال بودي ده تراكم واحد جنب الثاني جنب الثالث جنب الرابع يخلي اللون يتغير، واللون لما يتغير بيعمل حاجه اسمها لايبو فاشن بيجمنت، صبغه نتيجه ويرن كتير، حاجات بتتكسر وما بتتعوضش، فيجي اللايزوزوم ياكلها ويتصبغ بيها. فكده انا كنت بقول لكم سكيمه الجروث بتاعت اي حاجه الحجم بيحصل له ايه؟ اللارج ما عدا مكان واحد، البراون اتروفي اوف ذا هارت اللي هو الصبغه دي، وده بيتعرف في العمل الكلمه، القلب اللي مفتوح له شباك. في معمل الباثولوجي لو بصيت على في قلب هناك، في قلب هناك كده، القلب ده بتلاقيه مفتوح في شباك من تحت. هو عاوز يوريك بس ان جدار القلب ليه سمك معين. في المرض ده بنيجي نبص نلاقي جدار القلب بقى رفيع، بقى رقيع عن الطبيعي بتاعه. خلينا اكمل لك شويه بعد اذنك. المرض ده يا جماعه اللي احنا هندرسه بقى ندرسه في القلب، بيعمل لون بني وحجم القلب بيصغر. في حجم القلب لما بيصغر بيقول ده حصل فيه ضمور، وكلمه ضمور اسمها اتروفي. ويعمل لون بني، فهم جايين مسميين المرض براون اتروفي اوف ذا هارت. القلب فيه ضمور ولونه بني، القلب بيصغر ولونه يبقى بني. يجي واحد بقى من اللي هو عبقريه الباثولوجي، حضرتك في اخر السنه تبقى اسمك عبقري باثولوجي، فزلوك باثولوجي. واحد كده عايز تتفزلك وتروح تعرف سبب كل حاجه، والمشكله انت ما انتش فاهم اصلا انت بتقول ايه. يجي حد يقول يا دكتور طب ما افرض ده حجم القلب الطبيعي اصلا، هو انا عرفت منين ان القلب صغير؟ ما يمكن هو ده كان الطبيعي بتاعه، هو ايه اللي يعرفني ان هو كان كبير وصغر؟ ما يمكن كان كده. الاوعيه الدمويه الاوعيه الدمويه حلو كده، يبقى ادرس فيها مقاناتهم هتساعدوني، مش ده السبب الرئيسي. في سبب اكتر من كده. خدتوا حاجه اسمها الكوروناري ارترز، الشرايين التاجيه، رايت كوروناري وليفت كوروناري، طبيعي انها بتكون على القلب مشدوده مفروده. ساعة ما القلب يصغر تبص تلاقي انها بقت معرضة، لأن ربنا خلقها سيستول ودايستول. عارفين يعني ايه سيستول؟ القلب ينقبض. دايستول معناها القلب يملى دم. والقلب لما بيقف ويجي لنا معمل الباثولوجي بيجي لنا في حالة الدايستول. دايستول ده معناها القلب مفتوح، القلب منفوخ. تبقى الكورونرز اللي عليه الطبيعي انها مشدودة ولا معرضة؟ ما هو القلب مفتوح او منفوخ يبقى الكورونرز اللي عليه مشدوده. بنيجي نبص نلاقي ان القلب اللي موجود في معمل الباثولوجي ده في الدايستول
والكورونالس بتاعته تورشوس مع الرجل ده يديك مؤشر ان هو حجم القلب صغران، حجم القلب صغر، فيخلي الكورونالس تبقى تورشوس. ودي علامه مميزه ليه؟ ان حجم القلب يبقى صغير والجدار بتاعه بيكون رقيق والكورونالس بتاعته بتكون معرجه، مش ماشيه مفرود، ده ماشيه تورشوس. بص عندك ايه اللي مكتوب بقى؟ بيقول الهايبوكروم بيجمنت. اول حاجه عاوزك تعرفها دي يونج ايج ولا اولد ايج؟ سهم اللي مكتوب معاك خليك معايا ثواني، يونج ولا اولد؟ في مكانين اتنين ايه وايه؟ نيرفس وهارت. مكتوب عند حضرتك بيقول اسمها الهايبوكروم او اسمها الهايبوفاشن. حد عارف ايه اسمها الهايبوفاشن؟ برايمري لايزوزوم، سكندري لايزوزوم، ريزيديوال بودي، يديك صبغه اسمها الهايبوفاشن. بتقول لي اند وير اند تير. كلمه وير اند تير معناها بتاعت الاحتكاك. وير معناها مكان اتقطع، تير معناها احتكاك، اللي هو منطقه بتبوظ، كان في منطقه كده بدات تبوظ. وير اند تير اور ايجينج بيجمنت. ايجينج بيجمنت معناها ايه الكلمه دي؟ بتيجي في الاولد ايج، بتيجي في السن الكبير. اي حد يا جماعه سنه معدي ال 60 لو خدت عينه من قلبه وعينه من البرين بتاعه هتلاقي فيها الهايبوكروم بيجمنت ديت رسميه، لانها بتيجي نورمالي نورمالي، دي حاجه طبيعيه بتيجي في الجسم بس في الاولد ايج. بقول ديت بتيجي او هي عباره عن انسولابل بيجمنت. انسولابل بيجمنت معناها ايه؟ ما بتدوبش، وكلمه ما بتدوبش تديك مؤشر انها اندايجستد، لا تهضم، وده السبب اللي خلى البرايمر لايزوزوم لما ياكلها ما يعرفش يهضمها لانها انسولابل، ما بتدوبش، ما بتتهضمش. بريزنت في الكاردياك ماسل، موجوده في عضله القلب، والكوربس ليوتيوم اوف اوفري. كوربس ليوتيوم اللي هو الجسم الاصفر بتاع المبيض. الجسم الاصفر بتاع المبيض. والحاجه الثالثه اللي بتيجي فيها لو قلتها لكم اللي هي مين؟ النيرفس سي ان اس، بس هي الاساس بتاعها كارديا. المرض اسمه براون اتروفي اوف ذا هارت. انا عندي سؤال واشوف حد هيجاوبه ولا لا. احنا خدنا مرضين اتنين في القلب، واحد اسمه تاجي كات ابيرنس وواحد اسمه براون اتروفي اوف ذا هارت. حد يعرف ده ايه وده ايه؟ التاجي كات ده كان ايه؟ فاتي ديجنريشن، اللي كان بيبقى منطقه صفراء فيها فاتي ومنطقه نورمال، فكان يعمل تابي كات او تيجرويد ابيرنس. امال براون اتروفي اوف ذا هارت ده معناه ايه؟ لايبوكروم بيجمنت في الكاردياك مصر اسمه براون اتروفي. حد من الكلمتين دول يديني مؤشر، اللون بيبقى براون والحجم بيبقى ريديوس، الحجم بيصغر. عشان كده بيقول سين ان اولد بيرسون، بيتشاف في السن الكبير. ويز ماركت لوس اوف ويت، اللي بيفقدهم وزن كبير جدا من جسمهم فجاه. الناس اللي سنها كبير اللي فجاه لقاها فقدت وزن كتير قوي من جسمها، وده بيحصل في الحالات الاتيه. بيقول لي ليت ستيج اوف مالجنسي، المراحل المتاخره من السرطانات الخبيثه. طبعا اللي بيجي له سرطان خبيث بيجي له حاجه اسمها كاشيكسيا. كاشيكسيا معناها هزال السرطان، بنلاقيه فقد وزن كبير جدا من جسمه. وخدها معلومه، اي واحد سنه كبير بيفقد وزن كبير من جسمه فجاه يظهر له اللايبوكروم في قلبه. اي واحد سنه كبير لاي سبب كان فقد كم كبير من وزنه، لو بصيت على قلبه هتلاقي قلبه حجمه صغر وفي لايبوكروم بيجمنت. لان اللايبوكروم بتيجي في الكاردياك ماسل في الاولد ايج ويز ماركت لوس اوف ويت، فقط كم كبير من وزنه، وده بيحصل في الليت ستيج اوف مالجنسي، المراحل المتاخره من السرطانات، في حاله الاستارفيشن، المجاعات، والسيفير مال نيوتريشن، الشخص اللي عنده سوء تغذيه. حد يقول لي اشمعنى الثلاث امراض دول؟ عشان دول اللي بيعملوا ماركت لوس اوف ويت، ده اللي بيخلوا فقدان كم كبير جدا من الوزن، وفقدان كم كبير من الوزن بيعمل لك لايبوكروم في القلب. القلب بيبقى ريديوسد ان سايز والويت، الحجم بتاعه بيصغر والويت بتاعه بيصغر. وخد بالك من حاجه، معظم الامراض اللي هناخدها في منهج الباثولوجي السايز بيبقى انلارج، ما عدا البراون اتروفي اوف ذا هارت بيبقى ريديوسد. ده الاستثناء بتاعنا. معظم الامراض اللي احنا هنتكلم عنها هيبقى الحجم بيكبر. كريكلاود سويلنج، فاتي ديجنريشن، هيدروبيك ديجنريشن، ميوكويد، في دول كلهم قلنا ان حجم الاورجن بيكبر. براون اتروفي اوف ذا هارت حجم الاورجن بيصغر. ريديوسد ان سايز.
متوقعين دولار الفنتريكل النورمال بتاعه ان هو سيكوال لسن سيك، هنا هيبقى سن. بيقول الفنتريكل مايوكارديوم جدار الفنتريكل جدار البطين بيبقى سن رفيع اتروفايد. يعني اتروفايد ضامر، بيحصل فيه ضمور بيبقى ضامر اند براونش لونه بني. من اجل هذا السبب سمينا المرض براون اتروف. براون اتروف لان في ضمور وفي لون بني. كورونرز ار تورشوس، الكورونرز تبقى معرجه. حد يديني سبب. لما الحجم صغر الكورونرز بقت تورشوس، هي الطبيعي بتاعها انها تبقى ستريت تبقى ماشي عدل، لما الحجم يصغر بنلاقيها بقت تورشوس. بولي بريكارديال فات از ديمينيشد. سمعتوا عن غلاف القلب كان اسمه ايه؟ بريكارديال. بريكارديال ده طبيعه خلق ربنا ليه، ان ربنا خلق تحت البريكارديال دهون اسمها بريكارديال فات. بنيجي نبص نلاقي في براون اتروفي البريكارديال فات دي قلت، كم الفات ده بتاكل. حد خد باله ايه اللي حصل في الموضوع كله؟ كل حاجه قلت، الحجم قل، الوزن قل، سمك الفنتريكل قل، البريكارديال فات قل، والقلب نفسه بقى لونه براونش. بيجي بعد كده بيقول مايكروسكوبيكالي، لو بصينا تحت الميكروسكوب الكلمه دي مش مهمه قوي، بيقول ان هو المايوكارديال ماسل فايبر تبقى سن، الياف القلب بتبقى رفيعه واتروفايد زي ما احنا قلنا فوق. عاوزك تتعلم على كلمه واحده يلوش كريستالز. يلوش كريستالز بيبقى فيه نقط كريستالز لونها اصفر، تبقى عباره عن لايبوكروم على جناب النواه. يبقى انت مايكروسكوبيكالي بتشوف بقع لونها اصفر بتلمع كده عامله زي الكريستال زي الجواهر كده، ده بتعرف تقول ان عنده لايبوكروم. ولو جيت سالتك وقلت لك في الامتحان في الفاينل ديسكاس براون اتروفي اوف ذا هارت هتجاوب تقول ايه؟ السؤال ده بيعرفني الطالب منظم ولا مش منظم، فاهم ولا مش فاهم، طالب بيعرف يجاوب ولا طالب عشوائي. لو جيت سالتك وما هو طبعا بيقوله عشوائي ما انا عارف، بس عايز اعرف لو جالك براون اتروفي اوف ذا هارت هتجاوب تقول ايه؟ تقول ايه؟ من الاول ابتدي من الاول بقى يضرب. أول كلمة لازم تقولها It is a case of libochrome pigmentation. لازم تعرفه كده الأول أنت بتقول إيه؟ أنت عارف أنت خدت صف دوت المصحح libochrome pigmentation بس هو عارف، هو عاوز الكلمة دي بس. ويقوم جاي يبص بعد كده يلاقي السايز reduced. لو أنت كاتب الكلمتين دولت كده ومعلم على دي بالرص ودي بالرصاص وهابد وهابد في الباقي، إن شاء الله لو في الباقي بتكتب لي مرض تاني خالص. بس تكتب لي دي صح ودي صح هديك الدرجه كامله. بتكتب تقول ذا كيس اوف لايبوكروم بيجمنت بريزنت ان هارت ان اولد ايج ويز ماركت لوس اوف ويت اس كذا وكذا 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 بروس بيكتشر ازاي مايكروسكوبيك ازاي. يبقى لو جه سالك وقال لك ان ويتش اوف ذا فولوينج ديزيزز سايز از ريديوسد من غير ما تفكر، لايبوكروم صح، لايبوفاشن صح، ويران ديتير صح، ايجينج بروسيس صح، براون اتروفي اوف ذا هارت صح. حد فاهم انا قلت ايه؟ هم الاربع اسماء اصلا اربع اسماء لحاجه واحده، واللي بتيجي فوق من القلب اسمه براون اتروفي اوف ذا هارت. ده بالنسبه للمرض اللي اسمه براون اتروفي اوف ذا هارت. اللي عليه الدور معانا هي الهيماتوجينوس بيجمنت. والهيماتوجينوس بيجمنت دي صبغات مصدرها الدم. صبغات مصدرها الدم. احنا خدنا الميلانين، واخدين بالكم اصلا احنا بنتكلم عن جوه ولا بره؟ الحاجات اللي هي الاندوجينوس، اتكلمنا عن الميلانين واللايبوكروم اللي عليه الدور هيماتوجينوس، وكلمه هيم معناها دم، هيماتوجينوس معناها دموي، صبغات جايه من الدم. كرات الدم الحمراء تسمعوا عنها؟ جواها حاجه كده بتشيل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، تعرفوها؟ هيموجلوبين، الهيموجلوبين. كرات الدم الحمراء يا جماعه بنيجي نبص، خليك معايا ثواني كده بعد اذنك، الار بي سيز لما بنيجي نبص عليها بنلاقي جواها الهيموجلوبين، والهيموجلوبين ده اسم صبغه اصلا، يعني الهيموجلوبين ده صبغه. لما تيجي كرات الدم الحمراء بتتكسر الممبرين بتاعها بيتكسر لاي سبب كان، ان شاء الله هناخده بالتفصيل في موديولز بعد كده، بنلاقي الهيموجلوبين ده قام جاي طالع ومقسم الى حاجتين اتنين، جزء اسمه هيم وجزء اسمه جلوبين. يبقى انت عندك الهيموجلوبين لما بيطلع من كره الدم الحمراء بيتفك لجزئين اتنين، جزء اسمه هيم وجزء اسمه جلوبين. الجلوبين ده واطي عباره عن بروتين،
ساعه ما يتفك يقول له ما اعرفكش، ويقوم جاي واخد بعضه وراجع تاني لاي مكان عشان يمسك مع هيم فيدينا هيموجلوبين تاني. ده اول ما بيتكسر الجلوبين ده عباره عن امينو اسيد، عباره عن بروتين. يقوم جاي واخد بعضه ورايح في اماكن تصنيع الهيموجلوبين ويقول له انا جلوبين، هات لي كده شويه هيم من عندك، يمسك فيهم ويدينا جزيء هيموجلوبين من التاني. عشان كده انا مش عايز ده، الجلوبين ده خلاص امينو اسيد الجسم بيتصرف فيه، انا عاوز الهيم ده. الهيم ده نفسه يا جماعه عباره عن جزيء مكون من حديد، يعني في ذره حديد. ذره الحديد اللي موجوده فيه دي لما بيجي الهيم يتكسر بيدينا صبغه فيها حديد وصبغه ما فيهاش حديد. يعني الحديد يروح في حته واللي ما فيهوش حديد يروح في حته. الصبغه اللي ما فيهاش حديد بنسميها بيليروبين، ودي اللي بتجيب الصفره. لو حد يسمع عن مرض الصفره، البيليروبين دي اللي بتجيبه. انما الصبغه اللي فيها حديد اسمها هيموسيدرين. دي اللي احنا الاثنين دول هنتكلم عنهم بقى. الصبغتين بتوع الدم اللي هنتكلم عنهم هو البيليروبين والهيموسيدرين. بس هنا لازم ااكد عليك معلومه ثانيه، الار بي سيز جواها حاجه اسمها هيموجلوبين اللي بيقسم الى هيم وجلوبين. مش عاوزين الجلوبين، احنا عاوزين الهيم. الهيم ده يديك صبغتين اثنين، صبغه فيها حديد اسمها هيموسيدرين، وصبغه ما فيهاش حديد اسمها بيليروبين. الهيموسيدرين لما يزيد في الجسم بيعمل مرض اسمه هيموسيدروزس. هيموسيدروزس مرض زياده الهيموسيدرين. بص عندك كده مكتوب ايه بقى؟ بيقول لي الهيماتوجينوس بيجمنتيشن. هنتكلم اول حاجه عن الهيموسيدرين، وهنتكلم تاني حاجه عن البيليروبين. عاوزك تتعلم على هيموسيدرين وتتعلم على بيليروبين. الهيموسيدرين المرض بيبقى اسمه هيموسيدروزس، او الاسم الثاني بتاعه هيموكروماتوزس. بصوا يا جماعه، زياده الهيموسيدرين، زياده الهيموسيدرين بتديك مرض اسمه الهيموسيدروز. دي واضحه، هيموسيدرين زاد عمل حاجه اسمها الهيموسيدروز، او بيعمل مرض اسمه الهيموكروماتوزس. هيموكروماتوزس معناها وجود لون الدم، وجود لون في الدم. هيم كروم اتوزس او ماتوزس. هيمو معناها دم، كروم معناها لون، ماتوزس معناها وجود، وجود لون بسبب الحديد. يبقى انا لو سالتك وقلت لك ايه هو الهيموكروماتوزس او ايه هو الهيموسيدروزس؟ زياده مستوى الهيموسيدرين. انا عاوز الكلمه دي، زياده مستوى الهيموسيدرين تديك يا هيموكروماتوزس يا هيموسيدروزس. بيقول لي احنا عندنا الهيموسيدرين بيجمنتيشن اللي هو المرض اللي اسمه الهيموكروماتوزس، ده باثولوجيكال ديبوزيشن اوف هيموسيدرين. علم على كلمه هيموسيدرين. يبقى انا لو سالت يا جماعه وقلت لك الهيموسيدرين ده لما بيترسب بيعمل مرض اسمه، مرض اسمه هيموسيدروزس او هيموكروماتوز. الهيموسيدروزس او الهيموكروماتوزس ده نفسه بيقسم الى برايمري وسكندري. وبص بقى السكيم اللي عاملها لك دي، بتاع الهيموجلوبين لما بيتكسر بيدينا صبغتين، صبغه اسمها هيموسيدرين، والصبغه الثانيه فكروني كان اسمها بيليروبين، يا اما هيموسيدرين يا اما بيليروبين. الهيموسيدرين ده بيديك مرض اسمه هيموسيدروزس، ومرض تاني اسمه، هو مش مرض تاني، ده نفس المرض باسم تاني اسمه هيموكروماتوزس. هو في فرق بينهم، ان الهيموسيدرين لما بيترصب من غير ما يعمل دامج، يعني لو اترصب في الانسجه ما اذاهاش بنسميه هيموسيدروزس، لو بدا يترصب في الانسجه وعمل دامج في الانسجه بنسميه هيموكروماتوزس. بس انا مش عاوز الفرق ده حالا. المرضين دول يا جماعه او المرض ده بنقسمه الى برايمري وسكندري. يبقى انت عندك اللي احنا هنتكلم فيه حالا هو مرض الهيموسيدروزس او الهيموكروماتوزس، ده عباره عن زياده مستوى الهيموسيدرين، وهنقسمه الى برايمري وسكندري. تعالوا نتكلم على اول واحد اللي هو اسمه البرايمري هيموكروماتوزس او برايمري هيموسيدروزس. الاسم الثاني بتاعه اسمه برونز دايابيتس. برونز دايابيتس، وهقول لكم يعني ايه دلوقتي، واشهر من اصيب بيه جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان عنده المرض ده، وهقول لكم القصه حالا، واقول لكم كيف جعل المرض ده من جمال عبد الناصر هو الملك. ازاي خلاه رئيس بسبب المرض ده؟
وفي نفس الوقت المرض ده بعد لما اخلص الفيديو اقول لكم حاجه كمان عشان بس ما تاخدش امن دوت. بعد ما اخلص الفيديو بعد ما الغي الفيديو فكروني اقول لكم حكايه الحاجه اللي حصلت بسبب ده في التاريخ بتاعنا. برايمري هيموكروماتوز اللي هو اسمه برونز الديابيتس. خليني بس احط اكمل لكم السكين كده. اي مرض هقول لك ان هو برايمري، اي مرض هقول لك في حياتك تسمع كلمه برايمري اعرف ان هو حاجه جيناتيك انون كوز، حاجه جينيه مالهاش سبب، ما احناش عارفين السبب بتاعها ايه، حاجه نتيجه طفره جينيه حصلت. البرايمري هيموكروماتوزس برايمري معناه ان هو جيناتيك ومعناه ان هو انون كوز، وده بسبب ان الجسم بيمتص كم حديد كبير جدا. واستاذن سيادتك ما ترخمش نفسك بحاجه غير اللي انا هقوله ده، ما تكتبش حاجه خالص اللي انا هقولها دي. جسمك انت لما بتاكل اي اكل، الاكله دي فيها حديد، جسمك بيمتص قد ايه من الحديد؟ لو سالت واحد السؤال ده وقال لك رقم اعرف ان هو ما بيفهمش. لو سالتك وقلت لك جسمك بيمتص قد ايه من الحديد، جسمك بيمتص بناء على احتياجه. شوف الجسم محتاج كام وياخد الحديد اللي هو عاوزه والباقي يرميه، ياخد اللي هو عاوزه والباقي يرميه، يرميه بمعنى يخزنه ويتخلص منه ايا كان، بس جسمك بيمتص كام من حديد حسب حاجه الجسم للحديد. المرض اللي اسمه برايمري هيموكروماتوزس او برايمري هيموسيدروزس ده بنلاقي الجسم يمتص كل الحديد اللي بيخش له. ما بيعرفش يفرق بين هو محتاج قد ايه وهو مش محتاج قد ايه، كل اللي بيخش بيمتصه. فده مرض جيني ما احناش عارفين سببه بسبب زياده امتصاص الجسم للحديد. يقوم الحديد رايح الجلد، واول ما يروح الجلد يترصب في الجلد يخلي لون الجلد برونزي، لان الحديد لما بيترصب في مكان بيخلي اللون برونزي. يروح يترصب في البنكرياس يبوظ خلايا البنكرياس، فالشخص يجي له سكر، فقاموا جايين مسمينه برونز الديابيتس، المرض اللي عنده سكر ولون جلد ولون جلده برونزي. جمال عبد الناصر كان عنده البرايمري هيموكروماتوزس، كان جسمه بيمتص كل الحديد اللي بيخش له. وجمال عبد الناصر لو سالته حد عايش من زمان يقول لك ده كان ريس، الريس كان بيشع ضوء وهو بيقول خطاباته. يقول لك كان حواليه هاله من الضوء، كنت تبص كده. جمال عبد الناصر كان بيحب يعمل خطاباته كلها العصر او الظهر في وقت الشمس، لان كان جلده مترصب فيه حديد، فكانت اشعه الشمس تنزل على جلده تنعكس فتعمل هاله من الضوء حواليه. كان بيستفيد بالمرض ده قوي. على مصر انا كان بيتصور بصوره، الصوره ديت فيها اضاءه، كنت تبص تلاقي صورته ظاهره وحواليها في نور، في نور ظاهر حواليها. ايه النور ده؟ ده هاله الريس حواليه، الريس بيشع النور. كان المرض ده كان بيسموه في الدعايه، كان يقول لك ده رئيس دوله، تلاقيه واقف اسد واقف وبيشع نور وهو واقف، رئيس. يقول لك رئيس. طبعا يا جماعه المرض ده كان جماعه مصر لما مات بسبب ان هو كان عنده المرض ده، اترصب فيه البنكرياس، الله يرحمه كان عنده السكر، وكان جلده لونه بني. جماعه مصر كان لونه غامق، الصور الالوان تبان ان هو فاتح شويه، انما في الابيض والاسود دلوقتي تلاقيه لونه اسود، بسبب ان كانت الاشعه اللون بتاع الكاميرا نفسها بيجي ينعكس على بينعكس من على جلده فيبان اسود، عشان كده ما كانش يتصور ابيض واسود لانه كان بيبان اسود، بسبب ان كل الاضاءه بتنعكس لانه كان جلده مترصب في حديد، زائد مترصب في مكان تاني اهو. والفص ده هو المسؤول عن تصرفات، وهكمل لكم المعلومه بعد بس. مكتوب عند حضراتكم بيقول ان البرايمري هيموكروماتوزس الاسم الثاني بتاعه برونز الديابيتس، بولي ده رير، مرض نادر، هيريديتري ديزيز. هيريديتري ديزيز طبعا معناه ان هو مرض وراثي، ممكن حضراتكم اي حاجه برايمري بتكون وراثيه وجينيتك، هيريديتري ديزيز ويتش افكت الميلز، اللي يجي اكتر في الميل، هو بيجي في الفيميل كمان، بس الفيميل ربنا خلق ان جسمها بيتخلص اصلا من الدم عن طريق المنستريويشن، فحتى لو الفيميل جالها برونز الديابيتس الحليب الزياده بينزل مع الدم بتاع المنستريويشن ما يظهرش عليها اعراض، انما بيظهر اعراضه على الميل. بولي كوزد باي اوتوسومال ريسيسيف ديزيز،
مرض متنحي، مرض وراثي متنحي. ايه سببه؟ اكسسيف ابزوربشن اوف ايرن فروم ديودينال ميوكوزا، امتصاص كم كبير من الحديد. احنا قلنا الجسم يمتص ايه؟ احتياجه فقط. في الحاله دي بنلاقي ان الجسم بيمتص اكتر من احتياجه، بيمتص كل اللي داخله. يبقى انا عاوزك تعرف هنا ان هو هيريديتري اوف انون كوز ديو تو اكسسيف ابزوربشن اوف ايرن. الحديد الزياده بيترسب فين بقى؟ بيترسب في الكبد، يعمل سيروزس. سيروز معناها تشمع الكبد، ده الاند ستيج اوف ليفر ديزيز، ده مرحله موت الكبد. يعني اللي بيوصل ليفر سيروزس ده معناه الكبد مات. بيجي في البنكرياس، بيترسب في الخلايا اللي بتفرز انسولين، يخليها ما تفرزش انسولين، الشخص يصاب بالدايابيتس ميليتس، مرض السكري. بيجي في السكن، بيعمل برونز كالوريشن، بيعمل لون برونز. وبيجي فين تاني؟ في الهارت، يجيب هارت فيلير. وبيجي في ال خلاص بقى، هو بيجي في ال تفهمين بقى، بيجي في اللوب الفلاني بيعمل الفلاني. ده بالنسبه للبرايمري هيموكروماتوزس، وده مرض مهم قوي يا جماعه، مرض مهم. تعالى ناخد السكندري هيموكروماتوزس بقى. سكندري هيموكروماتوزس، عايزك بس تكون فاهم لي حاجه، هي هيموكروماتوزس اصلا في الاساس معناه ايه؟ زادت صبغه فيها حديد. يعني الفكره اصلا في الامراض دي زادت حديد. انا في الهيموسيدروزس ده زياده حديد، سيان برايمري او سكندري. ايه اللي سبب زياده الحديد في البرايمري؟ ان بزود الامتصاص بتاعه من الاكل، بمتص اكتر من اللي انا عاوزه. تعالوا نشوف ايه اسباب السكندري بقى. في السكندري بيقول لي يا اما لوكالايز يا اما جنرالايز، يا اما في مكانه يا اما في الجسم كله. البرايمري قلنا خلاص برونز الدايابيتس، السكندري بقى بيبقى يا لوكالايز يا جنرالايز. اي واحد يا جماعه بينجرح بيتعور، الطبيعي انه بينزف. بتيجي بعد كده تبص تلاقي ان اللون بدا يغمق، لون المنطقه اللي كانت عوره بقى بني. حد يقدر يديني السبب؟ لما اتعور الدم اللي طلع اتكسر، طلع الهيموجلوبين اداني هيم، الهيم اداني هيمو سيدرين، صبغه الحديد قعدت في المكان عملت اللون البني. ده بنسميه لوكالايز. امال لو واحد عنده حاجه اسمها هيموليتيك انيميا، هيموليتيك انيميا معناها كرات الدم الحمراء في جسمه كلها بتتكسر، يبقى الحديد مترصف في جسمه كله نتيجه زياده امتصاص، ولا كرات الدم الحمراء اتكسرت؟ اتكسرت. ده اسمه جنرالايزد هيموسيدوزس. يعني لو في مكان واحد بسبب ان هو متعور في المكان ده ونسميه لوكالايز، انما لو في الجسم كله بنسميه جنرالايز. مكتوب عند حضراتكم بيقول لوكالايزد هيموسيدوزس. حد يفهمني يعني ايه كلمه لوكالايزد هيموسيدوزس؟ ترسب صبغه الحديد في مكان بعينه. هنا انا عارف السبب ولا مانيش عارفه؟ عارفين السبب ولا مش عارفينه؟ عارفين ان هو تعويره، انما فوق ما عرفناش السبب، عشان كده سميناه فوق برايمري، هنا نسميه سكندري. فيقول ان هو اراوند اريا اوف هيموريدج، حوالين مناطق النزيف. از براونش بيجمنت، صبغه لونها براون بتبلعها الهيستوسايت. ايه الهيستوسايت دي؟ الماكروفاج. يعني بتيجي تلاقي، اظن حضراتكم تعرفوا ان اي واحد بيخلط خبطه جامده اللون بيزرق بسبب ان الدم بيسيب الوعاء الدموي ويطلع تحت الجلد، والدم لما يطلع تحت الجلد يتكسر يديني الصبغه اللي اسمها الهيموسيدرين، تيجي الماكروفاج تاكلها تقعد بيها فيفضل اللون مزرق. اي حاجه اي مكان بينزف يا جماعه تلاقي المكان ده مزرق، اي نزيف داخلي تلاقي المكان مزرق، لان ده اسمه لوكالايزد هيموسيدروزس. مكان نزف وطلع الصبغه اللي فيها حديد خلت اللون براون. تعالوا ناخد الجنرالايز بقى. الجنرالايز دي معناها كل كرات الدم الحمراء اللي في الجسم بتتكسر. فيقول اوكير ان هيموليتيك انيميا، في حاله هيموليتيك انيميا. وكلمه هيموليتيك انيميا معناها الانيميا التحليليه، كرات الدم الحمراء بتتكسر. اور برولونجد ادمنستريشن اوف ايرن، ناس بتتعالج بحديد لفتره طويله. كلمة برولونجد ادمنستريشن معناها علاج لفترة طويلة. اوف ايرن، ناس بتاخد حديد لفترات طويلة. الناس اللي بتاخد حقن حديد لفترات طويلة بنبص نلاقي ان الاماكن بتبدأ تزرق. حد ادى حقن حديد قبل كده؟ أمبول الحديد يا جماعة لما بتيجي تديه
شاء الله لما تبدوا فوق عليها وتبقوا منهم انبول حديد، هتلاقي ان مكان انبول الحديد دايما الشكوى الرئيسيه لاي ست بتاخد انبول حديد يقول لك المكان بيزرق. المكان مش بيزرق بسبب الحقنه، المكان بيزرق بسبب الاير، بسبب الحديد نفسه، لان الحديد لما بيتغلغل في الانسجه بيعمل لون ازرق اللي هي الهيموسيدروزس. فيقول لي هنا بقى بسبب ان كرات الدم الحمراء بتتكسر، يا بياخد حديد لفترات طويله اكسس هيموسيدرم. طبعا الحديد لفترات طويله بيعمل صبغه فيها حاجه اسمها الهيموسيدرم. الهيموسيدرم بيترصب في الليفر سيل وفي الرينال تيوبيول وفي السبلين. كلمه ريتيكولو اندوثيليال سيستم ده يقصد بقى السبلين، بيترصب في السبلين وبيترصب في الكبد وبيترصب في الكيدني، وده بنسميه جنرالايزد هيموسيدروز. وهنا عاوز افهمك حاجه بقى، الهيموسيدروز ده كان زياده صبغه فيها حديد يا اما برايمري يا اما سكندري. ايه الفرق بين البرايمري والسكندري؟ برايمري ما اناش عارف السبب، سكندري معناها انا عارف السبب. هنا السبب احنا ما احناش عارفين السبب، بس عارفين ايه اللي بيعمله. اكسسيف ابزوربشن اوف اير، امتصاص الحديد عالي. في السكندري احنا عارفين السبب، يا اما مكان بينزف فنسميه لوكالايز، يا اما هيموليتيك انيميا او برولونجد ادمنستريشن اوف ايرن فيبقى جنرالايز. خد بالكم المرض ده كله بيجي في الامتحان، اي نقطه لو قلتها حالا بتيجي في الامتحان. واحنا قلنا الهيم كان بيدي صبغه فيها حديد فندينا مرض اسمه هيموسيدروسس، او صبغه ما فيهاش حديد سميناها بيليروبين. البيليروبين ده بتدي مرض اسمه جوندس. جوندس دي صبغه اللي هي الصفراء. بيقول انكريز البيليروبين ان بلاد، زياده البيليروبين في الدم ده بيحصل في حاله الجوندس. علم على جوندس، جوندس ده معناها الصفراء. ان ويتش بيكون في يلوش كلاريشن، بيكون في لون اصفر في الميوكاس ميمبرين وفي السكين في الاغشيه المخاطيه وفي الجلد. بنيجي نبص على المريض ده يا جماعه اللي هو مريض الكبد، لو حد يعرف مريض الكبد، جلد لونه اصفر، الابيض بتاع عينه بتلاقي لونه اصفر، ولو بصيت على الاغشيه المخاطيه بتاعته بتلاقي برضه لونها اصفر. ده بالنسبه للبيليروبين والجوندس، بيكونوا ثلاث حاجات هيموليتيك وابستراكتيف وهيباتو والسيلولر. خلاص الجوندس يا اما هيموليتيك يا اما ابستراكتيف يا اما هيباتو والسيلولر. عاوز بس اقول لكم دلوقتي يعني ايه عشان ما تبقاش بقيت كلمه في الدرس ده ما ارجعلوش تاني. جوندس معناه لون اصفر، دي فهمناها. قد يكون سببها هيموليتيك. ويعني ايه هيموليتيك؟ كرات الدم الحمراء ما بتتكسر. هل بتدي هيموسيدرين بس؟ ما هي لما تتكسر بتدي هيموسيدرين، بتدي بليروبين، فتعمل سكندري جنرالايزد هيموكروماتوزس وتعمل معاه جوندس. دي بنسميها هيموليتيك انيميا، لون اصفر مع صبغه حديد، كرات دم حمراء اتكسرت، فلما اتكسرت ادتني الهيموسيدرين اللي عمل سكندري وكان نوعه جنرالايزد زي ما قلنا من شويه، وادتني بليروبين عمل جوندس. اسمها هيموليتيك انيميا. او تاني حاجه مكتوبه عند حضراتكم اسمها اوبستراكتيف، بتحط حاجه اسمها البايلري سيستم اللي هو جهاز افراز سيستم افراز البايل بتاع الليفر. حصل انسداد في اي في انابيب، انابيب البايل دي حصوات دي اي حاجه، الانسداد في انابيب البايل يخلي البايل ما تنزلش في الجهاز الهضمي، تقوم جايه راجعه داخله الدم فتعمل لون اصفر في الدم. دي بنسميها اوبستراكتيف جونتس، المكان مسدود. النوع الثالث اسمه الهيباتو سيلولر، ده الكبد بايظ. يبقى يا اما سبب في الدم، الدم بيتكسر بنسميها هيموليتيك جوندس، يا اما سبب في العصاره الصفراويه وهيش عارفه تنزل نسميه اوبستراكتيف جوندس، يا اما خلايا الكبد نفسها بايظه نسميها هيباتو سيلولر جوندس. الجوندس مش مهم قوي، انا عاوزك بس تعرف ان هو زياده البيليروبين بتعمل جوندس. الاهم بالنسبه لنا هو المرض اللي اسمه الهيموسيدروزس او الهيموكروماتوزس. بالنسبه للتاعت الباراسايت ان شاء الله هقولها برضو مع الزيادات اللي احنا هنتكلم فيها في الاخر. كده خلصنا كل البيجمنتيشن، بقينا الاميلايدوزس ده اللي هنبدا بيه ان شاء الله، او ده اللي هناخده الحصه الجايه في الديجنريشن.